قائمة أبيدوس. قائمة أبيدوس أقامها الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سيتي الأول في أبيدوس. القائمة دي بتزيد أهميتها عن قائمة الكرنك اللي هي بتحتوي على 79 اسم من أسماء الملوك اللي حكموا مصر، وبتبدأ من الأسرة الأولى وبيذكر بعض الملوك لحد الأسرة الثامنة وأهم الملوك أهنس الأسرة التاسعة والعاشرة وأهم الملوك العصر الفقرة الانتقالية الثانية والهكسوس، وذكر من الأسرة ال 18 جميع الملوك بس أسقط منهم أخناتون وتوت عنخ آمون وحتشبسوت، وبدأ في الأسرة ال 19 بجده رمسيس الأول وأبوه سيتي الأول ثم هو رمسيس الثاني نفسه. والقائمة ديت بتعتبر قائمة مهمة جدا من الناحية الفنية، لأن هي أولا بتقدم رمسيس الثاني بيقدم القرابين ديت لل 79 ملك دول، ثانيا بتزيد على قائمة الكرنك بعدد أكتر في أسامي ملوكها ودقة أفضل في ترتيب الملوك دول. قائمة سقارة. قائمة سقارة موجودة في المتحف المصري بالتحرير، والقائمة ديت بتزيد أهميتها في اللي هي بتحتوي على 58 اسم من أسماء الملوك اللي حكموا مصر، وبتبدأ بكابيبا سادس ملوك الأسرة الأولى. وفسر الباحثين والأثريين عن سبب ترتيب وتسمية الملوك هنا بصلة أصحابها بمدينة ملف، حيث كانت تعتبر مدينة ملف مدينة مقدسة وكان بيحج ليها المصريين القدماء زمان. وأسقط الكاتب ملوك في الأسرة 18 هم أخناتون وتوت عنخ آمون وعائلتهم وحتشبسوت. وبتنتهي القائمة ديت بأول ثلاث ملوك من عصر الأسرة 19 أو معروفين بعصر الأسرة العامس، وهم رمسيس الأول، سيتي الأول، رمسيس الثاني. سابعا وأخيرا نصوص الأنساب. ونصوص الأنساب دي عاملة زي المذكرات اليومية اللي بيكتبها الواحد فينا دلوقتي. والنصوص ديت بنعتمد عليها في إيه؟ بنعتمد عليها في إن إحنا نعرف المظاهر، الحالة الثقافية، الحالة الفنية، الحالة الاجتماعية بتاعت كل واحد فيهم زمان. كمثال واحد اسمه أحمس بن أبانا كان جنرال موجود أيام أحمس، اللي هو بما يعرف بملك أحمس مثل الأسرة 18 بما يعرف بقاهر الهكسوس، وكان خدم قبلها مع أخوه وأبوه. وأنا من رأيي الشخصي بعتبر نصوص الأنساب ديت من أفضل وأدق المصادر. ليه؟ لأن هي ما فيهاش التضخيم والتفخيم اللي كان موجود في وقتها لتسجيل الملوك اللي كانوا بيحكموا، إن هي زي ما قلنا مذكرات شخصية بس لشخص كتب حياته وما كانش يعرف يعني إن هي بعد آلاف السنين هتوصل لنا ونعتمد عليها في دراسة الحياة في وقتها. فينيتو. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وتسوي سبسكرايب، ولو في عندكم اي افكار جديده للحلقات الجايه ريت تكتبوها لنا في التعليقات.